علشان كده كان بالنسبة لي ربنا ساعدنا بأن المؤتمر ده هم يذيعوه وينقلوه، ويبقى دورنا ان احنا نجيبه لحضراتكم تشوفوا منه ايه اللي بيحصل. ولما هتسمعوا الجزء بقى اللي هيقوله دلوقتي خالد مشعل، هتكتشفوا التحريض الصحيح اللي لما هنربطه مع اللي انا بقوله لحضراتكم واللي رويتر قالته شوية، هتقدروا تفهموا منه اشياء كتيرة جدا. طبعا عندما نهني قيادة الإخوان أيضا نهني أنفسنا، فنحن من ثمرات الإخوان المسلمين ولا فقر. أظن سمعتوا كده، يعني المسألة فين؟ إزاي هو بيعلن ولاءه للمنهج عكس اللي كان بيقوله قدام، وبيعترف إن هو جزء من هذا التنظيم في حضور قيادي التنظيم الدولي. علشان كده تغيير الجلد ما بيظبطش، ما هم شياطين، ما هم خوارج. علشان كده عايزاكم تسمعوه كويس، وهو ازاي بيحرض عليكم وبيحرض على المختلفين مع منهج الاخوان زي ما بدأ معانا، ازاي بيبدأها لنا بانه بيسعى للتجديد وقبول الاخر والتطوير، كلام كده كويس قوي، وازاي بينهي ده بانه غير مقبول ان احنا ما نكونش في المشهد.